كم مشاهدتي مجيكم المشهد ومتمثل البلجيكي ينعقد قمة السعودية وتطرقت إلى الأراضي المحتلة المهمة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان يتحدث عن حلف الولايات حلف ما يبدو أن هذا هو ما حصل عليه الرئيس الأمريكي فيما يبدو أنه يسعنا من الحادث في بروكسل أكثر من خلال وسنربطها أيضا بما سيتقرر فيما يتعلق بمحاربة داعش مع حلف في هذه الطيشام المصرية. اسمح لنا قول الموضوع يوحي الأطلسي نفتر قمة أمة الناتو في الملمعة الخاصة الأنتولنبير إذا قدر رجل عشر إرعيات تنوسة مية للتحالف ضد داعش. وكانت الولايات المتحدة انضمامي الذي ضم داعش من الإرهابية من فرقات ما حول التوزيع العادل للنفقات العسكرية للحلفة مؤكدا إلى أن الحلفة يعمل تبناء واستمرار ومعته لكونها أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقدر في خلال ترامب مشيرة حماية. يترقب أعضاء الحلف هذه القمة لأنها ستكون مناسبة يؤكد خلالها الرئيس الأمنية. يترحق شامية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مرحبا بك سيادة الأول. كيف ترى هذا الاجتماع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بأرى هذا الاجتماع أنه جه طبعا على خلفية تصريحات أثناء الامتلاك حلف عديد الدول هذه مالي في دول تعتبر كمزينية الدفاع. في دول 2% دول اللي بتبقى الولاية يعني المملكة أمريكا أمريكا 3.61% اليونان 2.1% لهم بولندا أقل من 2% فرنسا 1.78% تركيا تأتي بعدها 5% من كده. الرئيس ترامب بيزنس بين هذه الدول أنها تدفع أكثر من 2% واللي ما يدفعش يرفع وإنه ما يدفعش هو مشكلة اللي كانت موارد تحدث ما هتدخلها تحت مظلته وبالتالي هذه الدول اللي وتخش حزب طريقه اضغط على ما عندها او حتى دول يبيعوا كل السلاح الشرقي اللي عندهم ويخش تحت المظله الاوروبيه من خلال حمايتها وبالتالي انها تبعد عن روسيا. هذا الابتعاد اللي هو بسيط عن الدول. نعم. هل ممكن نعم. دول وضعت ان يعمل حساب ده عن الضغط لن صفيه الكلام في سوكيو دول وينتقل في دول مبالغ ماليه ترجع تاني تحت المظله الروسيه في ظل تنامي في المستقبل هو بالظبط اللي هي فك عقد هذه الدول اللي هي مش قادره تدفع لان انا شايف ان نظره المط في قانون الاداره الشخصي ايه وتعرف فيش كل لما بعد مؤسسه وهي كلامك محرمه خلاف عمليات ان صح التعبير. هو عايز حلف في حرب في هو يعني من الدول هو فعلا هو الهدف السياسي فضد روسيا في المنطقه الهدف السياسي ده من الحاجه و60 هو حل هذه عمل تقسيم سوريا اخذت ودخلوا معاهم في جنيف تم تقسيم الارض خلاص في جنيف او في اساتان فانا واخد خطوتين في اتجاه الشرعيه ارض بتفاوض لا اقليميه لان هم على فيهم مضامنون مع جماعات مثل داعش. انت بتقسم دولتك ليه يعني انت خلفتي هناك في علاقه بس إيه ان سوريا تم تقسيمها سواء او نظام التلك ما فيش الارض او 120 كرسي على او يشتركوا بالنسبه لامريكا دول جزء من وجهه مقدمه انها لتقسيم هذه المنطقه او لخطه ما تعد لهذه المنطقه. أؤيد وأقول لحركة الدليل في منطقة الحاجات دي تأمن القاعدة ولا هيجي أي دم لما ضغطت عليه أفرز جماعات إرهابية أي جيش في منطقة الشرق الأوسط هيتحل هذا الجيش حيز على طول يبقى دي اللعبة الرئيسية. الإرهاب بالنسبة للأوروبيين رقم لازم ابتدى ما هو كان اشتغل سنة في أمريكا عشان ابتدى ويعمل ضد داعش ده كتير اتصلت وفي انقسامات وفي تولد كيانات جديدة ضعيفة ملهاش جيوش اللي هيملى فراغ القوة ده بنسبة كبيرة إيران. هتاخدهم تحت مظلتها بنسبة أو بأخرى إيران يعني روسيا
لازم ديانات. طب فرطرقنا إلى رئيسة دونالد ترامب في المنطقة، هل تعد هذه القوة برية معادة محمل عايز أقول أنه من اللي ممكن يكون حلف الشمال الأطلنطي؟ هل هذا المزج أنا في تقديري أن الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب تريد أنها تعمله؟ فهو كده خلص الجزء اللي عايز يخلص في الشمال الأطلنطي اللي حصل شمال الأطلنطي الهيدا الغربية. ليه قوات عربية أو إسلامية فقط؟ لهو لازم يحط البصمة الغربية، ينهي الصراع بالشكل اللي هو يأمنه ويرغبه كسقف عيالات مع غرب واحدة فيما يتمقلون. مرحبا بك سيد نعمان، وهل سنشهد ألي علق بنيته هي الحلف بناء على رؤية أمريكية جديدة ليس لكن عالم بأسره؟ تفضل. تحية لكم وللسادة المشاهدين. الرئيس القوية يحاول أن تعلم خبيثة ومره بطرع بعد أن بالصراعات أو بسبب عدم وجود صراعات مع أمريكا وقد تينية هذا رامب وهذه المسيح لا هناك أيضا مشاكل تعوق تحقيقه. المشاكل الكبرى هي الصراع الحبل دون حفيتة والمنطقية الأطلنطية. طيب عضو الحلف تلعب مع أو مع أوروبا. طيب من وجهة نظرك هناك بعض تحليل ستتخذ هذا الحلف رأس حربة في منطقة الشرق الأوسط وهي ما تعنينا في هذه الحلقة لمحاربة الإرهاب وللسيطرة على مقدرات المنطقة أمام روسيا دون أحد رأي هناك الأداء حجم وما هو تدفع تأخذ. هذا المبدأ ربما هو ما دفعه على الأفي أكبر هو ربما دور كبير خصوصا في نزاعات شرق الأوسط. ما سيحدث في المستقبل سنراه جميعا خلال الأيام المقبلة وربما السنين القادمة. كذا حلف دائيا وربما تتدخل سياسي تضع حروف وضعها خصوصية في نزاع. قد ذكرت روسيا، ابقى معنا سيد نعمان وأعود إلى اللواء وقال هنا متحي منطقته كعبي استأكدي قال إن أيضا صار رومي عليه مخيلة تنظر الملك هل هو طبعا داخل وتقود أنواع الناتو يدخل لعبة النظر بعمل تتنسل فرد كمال رومي ربشف بطائرار تود هذا القتال في هذا الوضوع يجيب طويل عالي جدا بين الدول الأوروبية ذات الثقل في الناتو خاصة فرنسا والعرب إنهم هنزود الأعمال غير القتالية. نعم. تمام. هل بقى التفاعل بينهم في المؤتمر هينتج عن إيه؟ أنا في تقدير إنهم. هل سترضى الولايات المتحدة بهذه؟ أنت ممكن ترضى. قوم هي بالعمل. كموجود. يرضى. قوات أمريكية وسحب الغطاء الجوي الأمريكي. ويدخل. واستبداله بغطاء جوي من حلف الناتو. من الناتو وعلى التجر. القوات البرية. طيب سنكون الآن أمام يعني رؤية غريبة السنية ضد إيران. فهو طبعا هيبقى ضد إيران وفي مصلحة إسرائيل. النقطة المنطقة أكيد يعني ضد خلاص هو بيقسم المنطقة بالأسلوب اللي هو عايزه والإسلامي هذا تحالف اتقال صراحة في قمة الرياض إنه هو في خطر إيران. اللي أنا لما أعمل تحالف إسلامي يعني ما نقدرش نهمل تدخل إيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وإيران قالتها صراحة من خلال أن يعني على احتل قضية عربية والذي يعترف ولا يريد ده من نقيض واحد ثم المرتبة أمريكا بتتكلم عنه أوروبا بتتكلم عنه الإرهاب نمرة اتنين اللي بتتكلم عنه الخطر الإيراني فأصغير موضوع طيرته بعض الصحف العالمية من إمكانية حتى إزالة الخطر الإسرائيلي تماما بمشروع أمريكي لعقد اتفاقيات سلام مع دول المنطقة مماثلة مع ما حدث مع مصر والأردن قطر أو غطاء جوي من الولايات المتحدة الأمريكية وعمليات لوجستية داخل المنطقة المنطقة بعيدة المدى تدرس ما سيحدث
إذا يجب على أن يقع في السماء بيعلى الإسلام فهني ضغوط أكبر قائمة. ما نشاهده في ليبيا مثال على هذا، يتم الحديث عن المسألة تبه في خط مع وجهه قر الرباطي في حسهم في ما في عرق الأوسط. من ترى هناك نوعات الإدارة الأوروبية تساعد إضافة ضغط عبيد بقيحة مير الدول بمصلحة لأن يحرم إمكانيات كالقي وعجز استيابي نزاع وكتاقة والدول ربما المشتري فقط، نحن فقط سوق نباع ونشترى بين هذه الدول. ربما من حسن حظنا أن تطبيق كامل لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب اليوم على سير عمليتين، ما قيمة حلف إذا لم يتدخل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك طبعا موضوع الذي يرمل الصورة التي تحصل من الإرهاب التهديدات الإرهابية في الدول الأوروبية. فالرأي العام اليوم يرفض حمل حكم من دولة قرار والدول خزل أولا يعني يان الآن بارج المحارب في ركسيد كنت معش بل وننتظر قدوم وهذا الانضمام حيكون يعني حيوسع العمل غير القتالية بصورة يعني أكبر شوية تمهيدا ان من القطوة رقم دون الشكل العام لشكل وايضا ومرتب يعني بالشكل الذي يتفق مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغرب. انهاء الصراع في المنطقة بالشكل اللي يخدم مصالحهم ده مش يصلح مع الرؤية السياسية بيتفقوا الاثنين مع بعض والتانيين لهم يعني الحقيقة كويس ان يعني كنا لا نتمناها ان نلاقي عملية إرهابية لكن هو استغلها بسرعة عالية جدا. نعم طيب هذا فيما يتعلق بالولايات المتحدة وحلف الناتو وقد انصاعت المجموعة الأوروبية لأمريكا وقالتني هل تستش أمريكا بما يتحدى دول ترامب يحول لنا إسرائيل أو قدان وبيدربية مع بصورة أو بأخرى هيعملوا قرن لغاية دلوقتي ما فيش معالم هناك معالم ولا معالم ولا تسريبات كلها رؤى لا من إسرائيل تحتية الموافقة كل واحدة على صيانة وضمان أمنها القومي ستكون ضمن